مرحبا بكم في أرض الحرية وموطن الشجعان والمنازل الضخمة الباردة والمقابس غريبة الشكل. مهلا، ما الغريب لهذه الدرجة في المنازل الأمريكية؟ كلما دعوت أصدقائي غير الأمريكيين إلى منزلي لا تفوتهم الإشارة إلى مدى غرابته. على سبيل المثال، 1- المنازل الكبيرة. أولاً، ليس كل الأمريكيين يمتلكون منازل ضخمة، وكثير من الناس يستأجرون شققاً صغيرة، لكن تتوافر المنازل بمساحات مختلفة. لكنني أقر أن المنازل الأمريكية تبدو كبيرة وواسعة مقارنة بالدول الأخرى، فمتوسط مساحة المنزل في أوروبا يبلغ حوالي 140 متراً مربعاً في مقابل 250 متراً مربعاً في الولايات المتحدة. هذه الأرقام دليل واضح على صحة ذلك. 2- غرفة لكل شيء. في هذه المنازل الكبيرة تصبح لدينا مساحة لكل ما يخطر ببالك، ولو قمنا باحتساب خزانات الملابس كغرف صغيرة وهي تعد كذلك نوعاً ما، فكل منزل أمريكي لديه العديد منها. هناك خزائن للملابس في كل غرفة نوم، وهناك واحدة مخصصة للمعاطف والأحذية، وتوجد عادة بالقرب من الباب الأمامي، وأخرى في الحمام أو الردهة للمناشف، وأخرى في المطبخ على شكل مخزن. أجل، نحن نحب مساحات التخزين المدمجة في بناء المنزل. تلك الدواليب الكبيرة التي تشتريها من إيكيا لا تصمد بالمقارنة معها. 3- الغسالات ومجففات الملابس الكبيرة. بالحديث عن الغرف، عادة ما توجد غرفة مخصصة لغسيل الملابس، ومعظم الأمريكيين أيضاً يمتلكون غسالة وجهازاً منفصلاً لتجفيف الملابس، وعادة يكون كلاهما أكبر من اللازم. أخبرني أصدقائي الأوروبيون أنهم يضعونها في المطبخ أو الحمام، وأنهم يعلقون ملابسهم حتى تجف. وبرأيي أن هذا الأمر يرتبط بمسألة المساحة مجدداً، ومع ذلك فحتى من لا يمتلك غسالة أو مجففاً في الولايات المتحدة يمكنه الذهاب إلى المغسلة العامة لاستخدام تلك الأجهزة هناك. لن ترى كثيراً من الأمريكيين يغسلون ملابسهم يدوياً أو يعلقونها حتى تجف. أعني، من لديه الوقت لذلك؟ 4- القبو. إنها ميزة أخرى تمنحك مساحة تخزين كبيرة، أو إذا كنت تقيم في الغرب الأوسط يمكنك استعمال القبو كملجأ آمن عندما تهب الأعاصير المدمرة. لكن إلى جانب استعمالها في أغراض التخزين والحماية من الأعاصير، هناك الكثير من المنازل الأمريكية بها أقبية جميلة في غاية الروعة تستخدم كمساحة معيشة أخرى. يمكن توظيفها كغرفة للضيوف أو كمنطقة للترفيه والاسترخاء. 5- غرفة طعام مهجورة. هناك بعض الغرف التي لا نستخدمها على الإطلاق. حسناً، ربما كان هذا صحيحاً لدى عائلتي فقط، لكننا لا نستخدم غرفة الطعام مطلقاً، وتوجد بها مائدة طعام جميلة، لكننا نفضل دوماً أن نأخذ عشاءنا إلى غرفة المعيشة ونشاهد التلفاز بينما نتناول الطعام. أجل، عشاء وفيلم، يا للروعة! 6- الاهتمام باحتياطات السلامة من الحريق. وما أعنيه هنا تحديداً وجود عدة أجهزة إنذار ضد الحريق في جميع أنحاء المنزل. أنا شخصياً لدي واحد في المطبخ وآخر في الردهة وواحد في كل غرفة نوم. هذا ما توصي به الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، ولست الوحيد الذي يلتزم باتباع الإرشادات الخاصة بهم. استحضى احتياطات السلامة من الحريق بقدر كبير من الاهتمام في الولايات المتحدة، لدرجة أن ملاك العقارات قد يواجهون متاعب جمة إذا تقاعسوا عن إصلاح أجهزة إنذار الحريق المعطلة في الوحدات السكنية. ولا أدري إن كان هذا من أجل السلامة من الحريق أو حتى من باب الرفاهية، لكن كان لدي دائماً موقد كهربائي في كافة المنازل التي عشت بها، بينما مواقد الغاز ليست شائعة هنا مقارنة بباقي دول العالم. 7- الأرضيات مفروشة بالكامل.
تعتمد هذه النقطة غالباً على عمر المنزل، لأن كثيراً من المنازل القديمة بها أرضيات خشبية، لكن معظم المنازل لا سيما الحديثة منها تكون أرضياتها مفروشة بالكامل في جميع الغرف باستثناء المطبخ والحمام بالطبع. فيما عدا ذلك تغطى جميع الأرضيات بسجاد من الجدار إلى الجدار. هل هذا حكر على الأمريكيين فقط؟ إذا كنت من دولة أخرى وتفعلون ذلك أيضاً أخبرنا في التعليقات أدناه. 8. مراحيض منخفضة. يرى أصدقائي الأوروبيون أن مرحاضي جيد لكنه غريب نوعاً ما. أعتقد أن المراحيض في الولايات المتحدة تكون أقل ارتفاعاً بالمقارنة مع أوروبا، وهذا لا يعني بالضرورة أننا أقصر قامة أو أنها مريحة أكثر، لكن هناك فائدة حقيقية للمراحيض المنخفضة، فجلوسك أقرب إلى الأرض يعد كما تعلم طريقة صحية وأكثر طبيعية لقضاء حاجتك. فقبل اختراع المراحيض كان أسلافنا القدماء يجلسون القرفصاء على الأرض لقضاء حاجتهم، وهكذا يمكن للقول أننا نحاول أداء هذا بطريقة تجمع بين الأصالة والحداثة في آن معاً. 9. قاعدة المرحاض مليئة بالماء. حسناً، أود أن أخبركم أن هناك فارق آخر فيما يخص المراحيض. في الولايات المتحدة تكون قاعدة المرحاض مليئة بالماء. في زيارته الأولى للولايات المتحدة ظن أحد أصدقائي أن هناك انسداداً في المرحاض. كلا، وجود هذا الماء طبيعي تماماً وله عدة فوائد أيضاً. أولاً يمنع تراكم الأوساخ والفضلات ويحافظ على نظافة قاعدة المرحاض الخزفية، وهكذا لا نضطر إلى تنظيفه بالفرشاة إلا كل حين وآخر، كما أنه يحد من الروائح الكريهة. لكن هناك عيب لوجود هذا الماء، وهو احتمال تناثر الرذاذ الملوث إذا كنت تعرف ما أقصد، وأعتقد أنك تعرف. 10. صنبور واحد فقط. لم أسافر كثيراً، لكن سبق وأن زرت المملكة المتحدة، وأصابني ذهول شديد حيال الصنابير المنفصلة في الحمام. كيف تستخدمونها يا رفاق؟ هل يجب أن أغسل يدي تحت ماء شديد الحرارة أو قارس البرودة؟ هل تظل يدي تتأرجح جيئة وذهابا بين الاثنين؟ في الولايات المتحدة يوجد خلاط مياه واحد فقط على الحوض، ويمكنك ضبط درجة حرارة الماء كما تشاء. أما إذا أردت ضبط درجة الحرارة كي تستحم فحدث ولا حرج. 11. لا اعتماد على مكيفات الهواء. أجل، معظمنا يعتمد على مكيفات الهواء طوال فصل الصيف بدلاً من فتح النوافذ أو استخدام المروحة. قد لا يكون الحل الأمثل من حيث التكلفة وخاصة في المنازل الكبيرة، لكنه يجعل الجو بالداخل لطيفاً للغاية. وبالمثل يتم الاعتماد على التدفئة المركزية بالمنازل في فصل الشتاء، وليس من الشائع استعمال الدفايات في الولايات المتحدة. 12. انتعال الأحذية داخل المنزل. معظم دول العالم لديها عادة راسخة وهي خلع الحذاء عند دخول المنزل، لكن هذا لا يسري هنا على ما يبدو، فمعظم العائلات لا ترى مشكلة في انتعال الأحذية داخل المنزل ما دامت غير ملوثة بالوحل أو أي شيء آخر، لكن من المؤكد أن هناك عائلة أمريكية لا تفعل ذلك. لذا إن زرت الولايات المتحدة الأمريكية يوماً يفضل أن تسأل إن كان يجب خلع الحذاء عند دخول المنزل، وعلى الأرجح سيأتيك الرد كلا لا مشكلة. 13. مقابس الكهرباء بلا مفاتيح. في أوروبا يوجد لمقابس الكهرباء مفتاح تحكم يسمح بتوصيل الكهرباء في وضع التشغيل أو يقطعها في وضع الإيقاف، أما في أمريكا فليس لدينا هذا الخيار، وهذا على الأرجح بسبب انخفاض فرق الجهد للتيار الكهربي المار في مقابسنا، لذا لا توجد احتمالات كبيرة لأن تصاب بصدمة كهربية عندما تقوم بنزع القابس دون فصل التيار عن المقبس أولاً.
14. لا توجد غلاية للشاي في المطبخ. القهوة هي المشروب الرئيسي في الولايات المتحدة، ولهذا لا نستخدم غلايات الشاي. وإذا كنت تتساءل كيف تغلون الماء إذن لإعداد القهوة الفورية؟ فالإجابة يا صديقي هي أن معظم المنازل بها آلة صنع القهوة لتحضيرها طازجة. 15. أجهزة طحن الفضلات. أجل، ما أسهل أن تغسل الأطباق مباشرة في الحوض، ثم تضغط مفتاح التشغيل ليتم طحن كل تلك البواقي والفضلات قبل التخلص منها في شبكة الصرف الصحي. يشيع استخدام أجهزة طحن الفضلات في الولايات المتحدة بشكل كبير، إذ توجد في أكثر من 50% من المنازل الأمريكية. أعتقد أنها مهمة فيما يتعلق بتحسين النظافة والصحة العامة وتجنب الروائح الكريهة القادمة من سلة المهملات. 16. الأعلام في كل مكان. لا شك أن الأمريكيين يعتزون حقاً بعلم بلادهم، لذا يمكنك أن تلاحظ علماً واحداً على الأقل معلقاً في الخارج في معظم المنازل هنا. وظاهرة حب الأعلام لا تقتصر على علم الدولة فحسب، فكثير من الناس يعلقون أيضاً علم فريقهم المفضل لكرة القدم أو الجامعة التي درسوا بها. لا يسعني القول سوى أننا نعشق الأعلام حقاً. 17. المروج الجميلة. وأخيراً حول هذا المنزل الكبير المليء بالغرف والحجرات والسجاد والمقابس الغريبة، لدينا مساحات خضراء جميلة. حسناً، لن ترى مثل هذا المشهد الطبيعي الخلاب سوى في الضواحي، لكن الأمريكيون بوجه عام يحرصون على الاعتناء بأفنية منازلهم. وعلاوة على ذلك، معظم الأحياء السكنية لديها قواعد تنظم هذه المسألة. حتى إن كنت لا ترغب في ذلك، فغالباً ما يتوجب عليك جز حشائش حديقتك وتنظيفها من الأوراق أو الفضلات. يجب أن يبدو المنظر العام جميلاً ونظيفاً. والآن، سواء كنت أمريكياً أم لا، أي هذه الأشياء ينطبق على منزلك؟ أخبرنا في التعليقات أدناه. إذا تعلمت شيئاً جديداً اليوم، اضغط على أعجبني هذا الفيديو وشاركه مع أصدقائك. مهلاً، لم ننتهي بعد، فلدينا أكثر من 2000 من مقاطع الفيديو المفيدة والمسلية. ما عليك سوى اختيار مقطع الفيديو الأيمن أو الأيسر والنقر فوقه لتستمتع بمشاهدته ولتظل دائماً على الجانب المشرق من الحياة.